الشباب أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا، إني محب لهم، إني مشفق عليهم، إني ناصح لهم، إني داع لهم بالخير والتوفيق والسعادة والسداد في الدنيا والآخرة. يا شباب، من أعظم المصائب السيئات الجارية والعياذ بالله، وأنا أتحدث هنا تحديدا، واسمحوا لي على المصارحة والمكاشفة، فإن المقصود من هذا الموضوع هو العلاج والفهم والاستيعاب. الصور مثلا التي في الفيديوهات أو في الجوالات وغيرها لن تقف عند أصحابك الخاصين بك، إنها ستنتشر انتشارا كبيرا لن تتوقعه، ستصبح أعدادها كبيرة. ماذا لو توفاك الله عز وجل قبل أن تتوب وأنت على هذه المعصية؟ كذلك نشر البدع والضلالات بين الناس، أيضا القنوات الفضائية التي تنشر الخنا والفجور والخزي والعار، هذه كلها سيئات جارية تجري على أصحابها بالشر في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا والعياذ بالله. الله الله يا معشر الشباب، الله الله يا معشر الإخوة، في الستر وتجديد التوبة ولو كل يوم ولو كل لحظة، فإن الله عز وجل كريم جواد ستير يحب الستر سبحانه وتعالى.